حذر صندوق النقد الدولي من أن التغيير المفاجئ في النظام النقدي التيسيري في اليابان قد يكون له تداعيات غير مباشرة وتداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية. ودعا الصندوق اليابان إلى اتباع نهج مرن للتحكم في عوائد السندات الحكومية، كما حذر من مخاطر صعود كبرى على التضخم في المدى القريب. وأكد الصندوق على ضرورة أن تظل السياسة النقدية اليابانية تيسيرية للغاية في هذه المرحلة.